السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارك معكم البارفانات اللي انا جربتهم وبغيت نعاود نجربهم. عجبوني بزاف. اللي هي الاولى منهم امبر غنيه على التعريف، وبزاف هذه القيويه زوينه زوينه بزاف، وحتى الشكل ديالها زوين بزاف، تكون بحال هكا تجي زوينه بزاف، متطرشه الريحه ديالها وزوينه. اش بغيت نقول لك، تعطيك واحد واحد الاناقه، تتحسي بواحد الريحه ديالها انيقه بزاف، زوينه بزاف. خديت فيها ثلاثه في البرومو، خديت فيها ثلاثه. وهذه دو، هاد الصغيره هذه زوينه بزاف، حتى هي عجبتني خديتها، وعادي نعاود ناخذها، عجبتني بزاف. هاد الدو عجبتني بزاف، زوينه والشكل ديالها زوين، تيجي انيق الحظ. وهذه إكلا حتى هي إكلا فام، إكلا فام حتى هي زوينه، خديتها اول مره خديتها، وعادي نعاود ناخذها لان زوينه، تعطيك واحد تتحسي بواحد اللمسه خفيفه وانيقه بزاف، عجبتني بزاف، نعاود ناخذها ان شاء الله. وهذه ديال الورد حتى هي ما بيهاش، ما عاديش نقول لكم شي حاجه طوب، ولكن ما بيهاش زعما مقبوله اول مره خديتها، ما زوينه، ما بيهاش زوينه. دابا نجيو للروايح اللي جربت، اللي جرب ولدي في الدار وخوتي. هذه غلاسي راه شي حاجه، هاد البيضه شي حاجه زوينه بزاف. ها هي ولدي وصل فيها النص، وخرج لي عاوتاني الاخرى، لقيت فيها البرومو خديتها. وهذه إكلا، عندها واحد اللمسة اللي هي لمسة خفيفة وزوينة، ولكن ما عاديش نعود ناخدها حيت تطير ما تتبقاش، ماشي بحال هادو الاخرين. عندي شي واحد اخرين جربتهم ماشي بحالهم، ما عاديش نعود ناخدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.